نشرة الأخبار من القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي، أهلا بكم وهذه أبرز عناوينها. فريق الجيش الملكي لكرة القدم يواصل استعداداته لملاقاة الوداد الأربعاء المقبل. بطلة الجيش للتيكواندو تحقق بطاقة العبور لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. استعدادات فريق الجيش الملكي لكرة السلة لملاقاة شباب الريف الحسيمي متواصلة بالمركز الرياضي المعمورة. أهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل فريق الجيش الملكي استعداداته بالمركز الرياضي المعمورة قبل مواجهة نادي الوداد البيضاوي لحساب الدورة 16 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب. الكتيبة العسكرية يسودها جو من الحماس والرغبة الجامحة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب. المدرب بدوره حاول الاعتماد على التركيز الذهني وكد اللياقة البدنية للاعبيه قصد تحقيق الفوز وإسعاد مناصريه. نتابع في هذا الصدد تصريحات كل من المهدي الجرباوي فريد سلامات. السيدات اللي كتجمع الفريق قبل المقابلة ديال الوداد البيضاوي، كيف ما كنستعدوا اي الفريق، وان شاء الله احنا مستعدين باش ما كان ان شاء الله باش نحققوا نتيجة ايجابية ان شاء الله كونتر الوداد البيضاوي ان شاء الله. الحمد لله تعزت الفريق بحارس مرمى جديد وهو برامي الياس، والحمد لله هو جاي من الهوات وغادي ان شاء الله غادي كيف الحمد لله كما تنشوفوا في التدريب الحمد لله في المستوى، وعازم باش يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. والحمد لله استعدادات كما تشوفوا غادي في احسن ما يرام، وان شاء الله غادي بالنسبه للحراس هما غادي يقولوا كلمتهم الحمد لله في المستقبل ان شاء الله. وفي موضوع آخر، حققت بطلة الجيش الملكي في التيكواندو حكيمة المصلاح إنجازا غير مسبوق لمنحها بطاقة العبور للمغرب لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. نتابع في هذا الصدد تصريح البطلة حكيمة المصلاح لميكروفون عبد الرحيم السايح. الحمد لله أنا جد سعيدة بتأهلي للألعاب الأولمبية، وجيت سعيدة أكثر بالرعاية السامية اللي حدينا بها أول مرة في تاريخ التايكواندو، الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس. والحمد لله أنا من 2011 وأنا في فريق الجيش الملكي حظيت بكل الرعاية وكل الدعم المعنوي والمادي من فريق الجيش، من مسؤولين مؤطرين مدربين، حظيت بجميع الظروف الملائمة اللي خلتني ندرب ونوصل لهذه النتيجة هذه. وفي عالم الكرة البرتغالية تواصل كتيبة المدرب لبيب الحمراني استعداداتها لملاقاة فريق شباب الريف الحسيمي يوم الاثنين المقبل بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. عناصر الفريق عازمة على تحقيق الفوز بعد الإنجاز التاريخي واحتلال المركز الثالث بكأس العصبة الإفريقية التي أقيمت بدولة أنغولا. احنا كنشكروا فريق الجيش الملكي، لان جمهور فريق الجيش الملكي، لان حقيقة هذاك الاستقبال والتتبع ديالهم اللي كانوا تبعينا خلال البطولة الإقصائية في تونس وخلال البطولة الإفريقية، كنشكرهم بزاف، لان فريق الجيش الملكي عنده جمهور كبير، وكنشكرهم وتنحسوا بواحد الدعم كبير من هذا الفريق، خصوصا حيت كيجي وكيدعمنا بطرق حضارية وبطرق فنية، يعني كنشكروا بزاف وكنطلبوا منه يساعد هذا الفريق الفاتي. المقابلة ان شاء الله ديال الحسيمة ان شاء الله غادي تكون مقابلة ان شاء الله نقولوا احنا يمكن حسمية غادي تكون، باش غادي نحتلوا المراتب ان شاء الله الاولى في البطولة الوطنية ان شاء الله. بالنسبة للبريباراسيون كنحاولوا نبريباريو ماكسيموم، ما ننساوش باننا دابا احنا ان شاء الله في شهر جوج والشامبيونات عطلات شويه، كان مونك ديال الكومبيتيسيون هذا، ولكن بالنسبه للشامبيون الافريقيا مشينا خدينا، المهم درنا ماتشات في يدينا ابار هاد المشاكل اللي كاينين في البطوله. وفي كرة اليد يواصل الجيش الملكي استعداداته لمباراة القمة أمام حسنية قرسيف لحساب الدورة 9. نتابع في هذا الإطار تصريح اللاعب عصام حرات لاعب فريق الجيش الملكي. هذا اللقاء ضد فريق حسنية قرسيف كيتعتبر لقاء
ماشي مصيري وانما كان الذي حدد صاحب المرتبه الاولى. نتمنى من الله اننا نتوفقوا فيه باش نشرفوا كره اليد العسكريه اللي الجمهور ديالنا كيتسنانا نظهروا بواحد المستوى لائق. بهذا نكون قد وصلنا واياكم مشاهدينا الى ختام النشره، وهذا تذكير بابرز عناوينها. فريق الجيش الملكي لكرة القدم يواصل استعداداته لملاقاة الوداد الأربعاء المقبل. بطلة الجيش للتيكواندو تحقق بطاقة العبور لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. استعدادات فريق الجيش الملكي لكرة السلة لملاقاة شباب الريف الحسيمي متواصلة بالمركز الرياضي المعمورة. كما لا تنسوا مشاهدينا زيارتنا على الموقع الإلكتروني aisfar.ma وكذلك على الصفحة الرسمية بالفيسبوك aisfar. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.